الانسان الاعلامي الفرصه كي لاحظ ما خالد الزيتوني كتبت في الصحف راني كي تشتغل في مجال حقوق الانسان باش نوار شقن غير غانو ادير المحورين ادير المحور الاول هي المقاربه الحقوقيه للهجره اي مرجعيه غير غاسيتي اطلبات مع الرفيق الميزان علي عام تراجع هذا الحق في نفس الوقت غادي الجلسه العامه بعد خاص تنبات اثنين الورشات الورشه الاولى هي حول الاعلام المحلي استاذ عمر خالد الزيتوني النش غيعرض اجن الشهر فيديو انتهاكات الجسيمه لحقوق المهاجرين خاصه في الوضعيه في الجنب كولوغو نابو مريتش اجن الشهر اجن حقيقه مؤلم غيتناول الموضوع شكي الجانب الاجتماعي شكي الجانب الحقوقي المعاناه المراحل اللي قطع المهاجرين دي كوانز كي جنوب الصحراء يقطع مجموعه مسايين كل هاد المشاكل باش انا وتجار راه ديال طاب واش يمكن لنا لي جوش تي لي دانتين لي جوش تي لي كيجمع شوية نبدا الافتتاح المغلق اما باش نسيو شويه في الوضع الحقوقي للمهاجرين وقاشي الافارقه فقط بقدر ما بقى باقي الاجناس اخرى بينهم السوريين المجموعه الاجناس تي لي دان ديال المغرب اذا الحاله بالنسبه لنا نعتبر داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه عدم الانخراط في التسوية لأن أولا من ناحية الشروط القانونية كيف يعقل أنه ذا يبدان مهاجرين أفريقيا وين مدة أكثر من 5 سنوات وبالتالي هم يطرحنا الديبوزان الدواسانس في التسوية الوضعية وبالتالي ما ممكنش أنه الأفريقيا اللي يبدان يدوسين سوا وسين في الجنوب اللي السوريين يقولوش مدة زمنية معينة ما ممكنش اثنين غاس ندير الوثيق نسن لان 50 غايا وين دانيتين باش غاسير الشرط لاستفاده زيد سوية الوضعيه وبالتالي اذا مسيتها لا قانونيا ولا حقوقيا ندير شوي المشكل في نفس الوقت نفاشي داخل جميع الانسان من بين الاشكالات الكبرى هو مسمى للاندماج لان ما ممكنش نسيو في الوضع في البحر اثناء محاولتهم للهجره داخل الخارج البحر الابيض المتوسط كان في مرحله التسعينات قد تحول الى مقبره حقيقيه لابناء المنطقه الذين كانوا يختاروا ركوب موجب الهجره للبحث عن مستقبل افضل اذا فالموضوع موضوع الهجره في علاقته بالاعلام يعتبر يعني اختيارا صائبا لمقاربته في هاتين المنطقتين أنا سأتحدث عن دور الإعلام عن علاقة الإعلام بموضوع الهجرة طبيعة الحال الهجرة باعتبار أنها ظاهرة يعني عامة كونية لا تنفرد بها جهة دون أخرى هي ظاهرة شمولية سوف أقتصر يعني بالحديث عن الخصوصيات المحلية التي أفرزت يعني هذه الظاهرة وما يعيشه يعني المجتمع حاليا ما يعيشه المجتمع حاليا يعني عفوا ما يعيشه المجتمع حاليا من هذه الظاهرة يعني المعاناة التي تنعكس على يعني المجتمعين فيما يخص يعني علاقة الهجرة. إذا المرحلة يعني مؤخرا عرفوا التدفق العديد من المهاجرين خاصة من الأفارقة. مؤخرا يعني قبل 3 سنوات عرف يعني نزوح المهاجرين نحو يعني نحو هذه المنطقة باعتبار أنها يعني هذه المنطقة اعتبروها يعني مهاجرين الأفارقة يعني قاعدة خلفية للهروب يعني نحو الخارج. إذا الشروط التي يعيشها المهاجرون يعني في هذا البلد أو في هذه المنطقة لا يعني لا تصل أو لا ترقى إلى يعني الشروط الإنسانية التي من المفروض أن يحظى بها المهاجرون في هذا البلد خاصة يعني هذه في هذه السنة يعني في 6 فبراير 2014
عرفت في بليليا يعني سقوط العديد من الضحايا الأفارقة في البحر، وأمام يعني صمت مطبق لجميع يعني الأجهزة ديال الدولة التي لم تسعى إلى تقديم أي عون أو أي مساعدة، ولولا يعني الضغوطات التي أجراها المجتمع المدني أو قام بها المجتمع المدني في شخص الجمعيات الحقوقية الضابطة لظلت هذه المسألة يعني لظلت في صمت، وبالتالي استمرت كذلك يعني الانتهاكات حقوق الإنسان في مجال الهجرة. هناك مسألة أخرى تتعلق يعني بالإجراءات التي قام بها المغرب من أجل تحصين بعض الحقوق هؤلاء المهاجرين، بما فيها مثلا السماح لهم بالتقدم بالتجديد بالحصول على بطائق الإقامة في هذا البلد. رغم هذه الإجراءات التي قام بها المغرب والتي أعادت بعض الكرامة لهؤلاء المهاجرين للعيش يعني في هذا البلد، إلا أنها لا تقع إلى تطوعات يعني المؤسسات يعني الحقوقية على المستوى الدولي، أو لا ترقى إلى ما يجب أن يحظى به المهاجرون يعني في بلد الإقامة أو في بلد المواطن. إذا لا زلت أتذكر بكثير من الأسى أزيد من 70 مهاجرا إفريقيا كانوا من بينهم نساء وأطفال كانوا يتحصروا في صخرة أنكور وفي ظروف جد مزرية. أناس يفتقدون يعني إلى الأكل وإلى الشراب، من بينهم أطفال أوضع، من بينهم نساء حوامل، ظلوا عالقين في تلك الصخرة لأزيد من أسبوع إلى أن تم حسم ذلك الموقف، ليس بطريقة حقوقية أو إنسانية أو قانونية، يعني في انتهاك واضح لحقوق الإنسان، تم يعني طرد هؤلاء وحمل النساء يعني على في 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 مروحيات، والرجال تم طردهم يعني طردهم نحو الحدود الجزائرية في ظروف كل ما يمكن أن نقول عنها بأنها غير إنسانية ومزرية. الإبهام كان أن بهذه الطريقة، ومن ناحية يعني الإعلامية، أن الدور الذي يجب أن يكتسيه يعني الإعلام في فرض مقاربة يعني حقوقية هو توعية الرأي العام بخطورة النظرة الدونية أو الصورة النمطية التي يتم تسويقها على هؤلاء المهاجرين. إذا دور الإعلام بطبيعة الحال إعلام جزء من المجتمع المدني بمفهومه الواسع، كان له دور كبير وكبير جدا يعني في فضح الخروقات وفي فضح الأوضاع المزرية وفي فضح الصورة النمطية التي يتم تسويقها يعني مع هؤلاء. إذا بفضل الإعلام وبفضل يعني تضافر المجتمع يعني الحقوقي والمجتمع المدني، الإعلام بطبيعة الحال كان له دوره يعني الرئيسي في بلورة يعني صورة أخرى نحو موضوع يعني الهجرة. إذا العمليات يعني الاستثنائية التي قام بها يعني المغرب في تسوية